تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. أهلا بكم أستاذ محمد إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك أنباء عن إضراب عام وحداد يعم المدن الفلسطينية احتجاجا على مجزرة غزة، كيف بدت أصداء أحداث غزة في الضفة الغربية؟ نعم، الضفة الغربية اليوم أعلن فيها الحداد العام كافة المرافق الحكومية والخاصة وكذلك المحال التجارية والجامعات. أيضا تزامن ذلك مع دعوات غاضبة من الشباب الفلسطيني، ليست من الفصائل بل من الشباب الفلسطيني، وهذا المنتقد حاليا في الضفة الغربية، الجمود الرسمي والفصائلي تجاه يوم الأرض وتجاه ما حدث من مجزرة في قطاع غزة. اليوم المواجهات الآن مندلعة في منطقة باب الزاوية في الخليل، ايضا مندلعه في منطقه بيت ايل المستوطنه المقامه على اراضي المواطنين قرب رام الله والبيري، بالاضافه الى مواجهات قرب نابلس ومناطق متفرقه في القدس المحتله. لكن دعوات هناك في المساء لمسيرات غاضبه تنديدا بالمجزره وايضا احياء ليوم الارض وتاكيدا على حق العوده الفلسطيني. نعم، يعني هل هناك برايك سيكون عمليات تصعيديه ضد المجزره التي قام بها الاحتلال البارحه؟ على الصعيد الفردي لا زالت الضفة الغربية تقوم بعمليات نوعية فردية، كان آخرها دهس الثلاثة جنود في منطقة جنين قبل أيام على يد شاب فلسطيني. العمليات الطعن والدعس وإطلاق الرصاص وكل هذه الأشكال لا زالت متوفرة ومتواجدة في الضفة الغربية، لكن وبالفعل على وقع سؤالك نحن نتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تصعيد نظرا للممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع وأيضا تجهيزات لما يقدم عليه ترامب من إصرار على استلام القدس وتسليم القدس للإسرائيليين بحجة أنها عاصمتهم الأبدية. هذا يعني أن الأفق السياسي انعدم، هذا يعني أن المفاوضات على حل الدولتين باتت عبثية، وأيضا هذا يعني بأن غضب الفلسطينيين المتوسع يوما بعد يوم سيكون له تداعيات دراماتيكية في المرحلة المقبلة في ظل منع الفلسطينيين من دخول القدس وتأدية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، إقامة المستوطنات والحواجز العسكرية والتنكيل بالمواطنين واحتجاز جثامين الشهداء والاعتقالات اليومية واقتحام المدن. نعم، الأمم المتحدة تقول بأن الوضع في غزة قد يتدهور خلال الأيام المقبلة، برأيك ما المنتظر من مجلس الأمن حيال ما يجري في غزة ردا على المجزرة التي قام بها الاحتلال أيضا، وما الذي من المتوقع أن يقوم به أو يدين به مجلس الأمن المجزرة التي حدثت البارحة؟ مجلس الأمن لم يقم بأي فعل أصلا للحدث المسبب لهذه المجازر، وهو قرار ترامب العنصري بإهداء القدس كعاصمة أبدية للإسرائيليين، وبالتالي لا يعول على مجلس الأمن، حتى أنه في ظل أن ترامب اخترق القوانين الدولية وذهب منفردا باتجاه القدس ولم يتخذ مجلس الأمن أي قرار. هذا يعني للفلسطينيين وللأمة العربية والإسلامية أن مجلس الأمن مجلس عبثي فقط يريد مصالح الغرب ولا يأبه لأي دماء تسيل على المستوى الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي، ولذلك لا يوجد أي تعويل على هذا المسار، حتى أنه لا يوجد تعويل حتى على فكرة الأمم المتحدة التي باتت فقط للإدانة والاستنكار. وما يجري في أروقة الأونروا وهي وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين من تقليصات ومن قطع إمدادات، هذا يعني أنها تواطؤ جديد يضاف إلى التواطؤ العام الممارس لإجراء صفقة القرن التي تتضمن إنهاء المقاومة في غزة. نعم، الأستاذ محمد القيق الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.